كثير مشاريع بتوقف مكانها وما بتنطلق لأرض الواقع بسبب اعتقاد صاحب المشروع إنه المشروع تبعي لازم يكون كامل. مشان هيك نصيحتنا اليوم بتحكي أطلق مشروعك قبل ما يصير متكامل، لأنه إذا بتستنى مشروعك يصير كامل وبيرفكت ومية بالمية فإن الكمال لله وحده. ما في إشي اسمه مشروع متكامل في الحياة، دائما رح تطلع عندك مشاكل، دائما رح يكون في ناقص شغلات، دائما في تطوير للمشروع. اللي بتعمله بنفسك بأنك بتصرف الميزانية اللي موجودة عندك للمشروع على بداية المشروع، وبتنسى إنه بعد هذا الحكي في مصاريف تانية رح تخلص مصاريك قبل ما تنطلق على أرض الواقع، قبل ما تجيب مصاري. في طريقة كتير حلوة اسمها اللين ستارت اب، تحكي لك انه بلش باقل اشي ممكن انه تبلش فيه مع الناس وشوف الناس ايش بدها، ايش حاجاتها، ايش اقتراحاتها وتطويراتها للمشروع، مشان توصل لمشروع اكتر قربا للناس وبيناسبهم بشكل افضل. بلش مشروعك باللحظة اللي بتحس فيها انه ممكن في حدا يستخدمه في هاي الحياة، وجربه مع الناس اللي حواليك وخذ الفيدباك تبعه.